بلاش الحمام يا ماما، بلاش عشان أنا بخاف، قالتها سارة وهي بتبكي. كانت بتبكي جامد، بس أنا ما كانش عندي أي شفقة ناحيتها، وده ببساطة لأنها مش بنتي. حتى كلمة ماما ما كنتش بحبها منها. أنا نادية، عندي 35 سنة، اتجوزت معتز بعد ما زوجته الأولى توفت، وكانت جابت سارة طفلة 7 سنين حاليا. كان متفق معايا إني أرعاها وأعملها كأنها بنتي، بس أنا ما كنتش أمي ليها نهائيا. تعالوا اسمعوا قصتي، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبتك القصة يا ريت تدعمنا بلايك. يلا بينا نصلي على النبي ونبدأ. كنت بتلكك على أي غلطة عشان أعاقبها، كانت عقبة كبيرة في البيت، خاصة إني خلاص بقيت حامل وهيجيني طفل، ووجودها بقى مستفز جدا ليا. حتى إني حاولت أقنع والدها إنها تروح تعيش عند خالتها، بس هو رفض، رفض تماما وتمسك بيها، وده خلاني أكرهها أكتر وأكتر وأحقد عليها جدا. وبما إني أبوها أغلب وقته في الشغل كانت تحت إيدي ليل نهار، كنت أعرف أمها الله يرحمها وما كنتش بحبها من الأساس، وده لأن أمها أخدت معتز مني، معتز اللي كنت بحبه جدا. وحقدت على أمها حقد الدنيا والآخرة لحد ما جالها سرطان. فضلت تقاوم سنة كاملة ما بين دكاترة ومستشفيات، حتى الموت ما كانش قادر عليها، وأخيرا ماتت وظهرت أنا من جديد في حياتهم. احتويت الطفلة ومعتز بحكم إني قريبتهم، لحد ما معتز وقع في حبي واتجوزنا، واكتشفت إن البنت شبه أمها جدا، وإن معتز متعلق بيها أكتر مني. بدأت أحس بالغيرة من واحدة ميتة، وأقسمت هعاقبها في بنتها، وقلت هخليها تتألم في قبرها. البنت كانت بتحاول تهرب من تحت إيدي وقتها، بس أنا كنت ماسكاها من شعرها بعنف، وحلفت إني هحبسها في الحمام، وده لأنها كسرت كوباية وبالنسبة لي تستحق العقاب. زقتها جوه الحمام وقفلت الباب عليها، النور كان بيتفتح وبيتقفل من بره، وهي لما خبطت وفضلت تصرخ قفلت عليها النور. ولما استغاثت اتكلمت بحدة وقلت لو سمعت صوتك هقفل النور وهسيبك، وسمعت صوت همستها المرعوبة بتقول خلاص يا ماما حقك عليا. قلت لها انا مش امك ولازم اعاقبك عشان تتعلمي الادب. فتحت النور عليها وسبتها جوه، كانت بتبكي بصوت مكتوم، ومع ذلك ما قدرتش اشفق عليها نهائيا. دخلت المطبخ اعمل الاكل، واتصلت بيا واحدة صاحبتي، فضلت اتكلم انا وهي 3 ساعات، ونسيت سارة وقتها في الحمام. ما افتكرتش غير بعد 6 ساعات كاملين، رحت الحمام وفتحته بالمفتاح، سارة ما كانتش جوه. بصيت على شباك الحمام كان مقفول وعالي، مستحيل تعرف تخرج منه. جسمي كله عرق وضغط من الصدمة، دورت تحت الحوض وجوه البانيو مفيش. قلت في نفسي يا ليلى مش فايتة، سارة يا سارة. وسمعت صوتها أنا هنا يا نادية، صرخت لما سمعت الصوت ورايا من الصالة. بصيت لقيت سارة واقفة، كانت أول مرة تناديني باسمي من غير ماما، بس ما كانش ده المهم. بصيت لها وما قدرتش أنطق، كانت مبتسمة وبتتكلم كأني ما فيش أي حاجة حصلت. بصيت لباب الحمام والمفتاح وأنا هتجنن، البنت كانت جوه والباب مقفول. في اللحظة دي وصل والدها، فتح باب الشقة ودخل لقاني مذهولة، استغرب مني، بص لي بعدم فهم، وقبل ما يتكلم حضنته سارة بقوة ووشوشته في ودنه. اترعبت، جسمي كله اتنفض، اكيد قالت له على اللي عملته فيها. وقبل ما دافع عن نفسي لقيته بيحضنها وقال لها عينيا الاتنين لسارة القمر، بص لي وقال لي انه هينزل يجيب عروسة لسارة من تحت ويجي، وخدها وخرج. كنت لسه بحاول اعرف الشيطانة دي خرجت ازاي من الحمام. دخلت الحمام تاني وتقريبا فهمت، كان في مفتاح تاني جوه متعلق، اكيد فتحت الباب وقفلته من بره تاني يا بنت الشياطين. بعد نص ساعة تقريبا فتح ابوها الباب ودخل، بصيت لهم وصرخت، صرخت وقلت ايه اللي انتوا جايبينه ده. كانت ماسكة في ايديها دمية
تشبه الدمى بتاعت أفلام الرعب. كانت دمية الولد كأنه حقيقي، وكان نص طول البنت تقريبا. اتكلمت بعصبية وقلت البتاع ده مستحيل يبات هنا في البيت. بصت سارة لأبوها بصة بريئة، وفهمت إنه بعد البصة دي مستحيل يرفض لها طلب. طلب منها تاخد الدمية وتدخل أوضتها، ولقيته قرب مني وحاول يحتويني، وطبعا معتز مقدرش أقوله لأ. اشترطت عليه ما تخرجش الدمية برا أوضتها، وافق وقال إنه هينبه على سارة. تاني يوم وقف في المطبخ، لقيت البنت وقفت قدامي بمنتهى البرود، مسكت كوباية وراحت رميها على الأرض. حسيت وقتها بثورة غضب شديد، مسكتها من شعرها بعنف وقلت لها واضح إنك عايزة تتربي من جديد. الغريب إنها ما كانتش بتقاوم نهائي، سحبتها على الحمام، وقبل ما أدخلها جوه لقيتها شدت إيديها بقوة وجريت على أوضتها. وقفت وأنا بغلي، مسكت عصاية، وقبل ما أدخل أوضتها لقيتها خارجة وفي إيديها الدمية، ودخلت الحمام بنفسها وبكل برود. قفلت عليها الباب وأنا بقول لها هسيبك طول اليوم كده عشان تتربي، وقفلت الباب. بس المرة دي استخدمت قفل عشان استحالة تعرف تخرج تاني، ورحت أعمل شغل البيت. بس بعد شوية سمعت صوت جاي من الحمام، قربت وأنا مستغربة عشان جسمي كله يقشعر من الرعب. كانت بتتكلم وكان في صوت خشن بيرد عليها. قربت من الباب وقلبي كله بيتنفض من الخوف، وفعلا كان في صوت خشن بيكلمها، بس الصوت ده ما كانش واضح أصلا، همهمات سمعها بالعافية. وفجأة اتنفضت لما سمعت سارة بتقول يعني هي سمعانا دلوقتي. جريت وأنا بتنفض على التليفون، واتصلت بمعتز وخرجت استناه على باب الشقة. طبعا بعد ما فتحت القفل عشان معتز ما يقتلنيش، وجه معتز يجري مش فاهم حاجة. قلت له إن الحمل تعبني، دخل يطمن على سارة ولقاها نايمة، وداني للدكتور وطمنا إن حالتي الجنين مستقرة. وفضلت طول الليل صاحية مرعوبة، حاسة إن في حاجة مش مظبوطة. بس هحكي لمعتز أقول له إيه؟ أقول له حبست بنتك في الحمام؟ تاني يوم كنت في المطبخ وحسيت بدوخة وتعب شديد، رحت أوضتي عشان أنام، لقيت سارة على سريري نايمة ومتغطية. صرخت فيها وشلت الغطا بعنف، وصرخت جدا ورجعت لورا، كانت الدمية اللي نايمة مش سارة. فضلت أصرخ وناديت عليها، جت من أوضتها بكل برود. قلت لها بعصبية مش قلتلك ما شوفش الزفت ده هنا؟ قالت لي هو اللي جه لوحده. رديت عليها وقلت انتي هتستعبطي يا بنت انتي؟ بصت لي وقتها بصة جمدت الدم كله في عروقي، وقلت لها خديه من هنا وغور يا ملعونة. سابتني ومشيت، وبكل عصبية وخوف مسكت الدمية وخرجت وراها لأوضتها، ورحت حدفها بكل عنف بالدمية. الدمية كانت صلبة جدا، خبطت في وشها وعورتها. لحظتها بصت لي ومناخيرها كلها بتجيب دم، بصت بالتحديد لبطني وركزت قوي. جريت وانا خايفة، قفلت باب الأوضة وحاولت أنام. نمت بالفعل بس كان نوم أسود مضطرب، كنت حاسة بحاجة بتدوس على بطني، ضغط رهيب. صحيت على ألم فظيع، ببص لقيت دم بينزل مني نزيف. صرخت من الرعب، اتصلت بمعتز اللي جه يجري وخدني على الإسعاف فورا. كنت بموت، ودخلت العمليات وأشهدت ابني، ابني مات. وخرجت وأنا في حالة نفسية سيئة جدا، كنت مقهورة ببكي وبصرخ منهارة. شلني معتز وحطني في السرير، وقتها لقيت سارة واقفة وبتبصلي، وهي مبتسمة جدا. صرخت وشاورت عليها وقلت خرجها من هنا، هي اللي قتلت ابني، خرجها من هنا. بصلي معتز بتعجب وطلب منها تروح اوضتها. رد عليا وقال لي شكلك اتجننتي، مش عايز اسمعك تقولي كده تاني قدام سارة. وبكيت، بكيت بعنف لحد ما نمت. صحيت تاني يوم ومعتز بيصحيني وهو بيقول لي انا هروح الشغل نص يوم بس عشان ما ينفعش اغيب، وهجيلك تاني. جيت اعترض صوتي ما خرجش، كنت مرهقة جدا، جسمي كله تقيل ولساني ناشف قوي. سمعت باب الشقة بيتقفل وجسمي كله اتعب، لما سمعت صوت باب اوضة سارة بيتفتح. فضلت بص ناحية باب الاوضة كتير بس ما جتش. وقبل ما انام تاني سمعت صوت خطوات بطيئة جدا جاية من الصالة، وظهر. أيوة الدمية كانت بتمشي، أنا مش بحلم، الدمية واقفة على باب الأوضة. حاولت أقوم، جسمي كله تقيل، حاولت أصرخ، صوتي كان ما بيطلعش.
عيني مفتوحة على آخرها وقربت الدمية بكل هدوء. وشها أبيض زي التلج، عينيها سودة بلون الليل، ماشية زي إنسان ناضج. كانت بتبصلي بعيون حية حية زي عيون الأفعى. ومن ورا الدمية شفت سارة ماسكة سكينة وجاية عليا، ووقفت الدمية عن يميني وسارة عن شمالي. كانت بتضحك بهستيريا، جسمي كان عمال بيتنفض وقلبي بيدق بفزع. بتشنج وبحاول اتحرك. في اللحظة دي اتكلمت سارة بصوت ضاحك وقالت لي نادية يا نادية، ومن وراها اتكلمت الدمية بصوت خشن نادية يا نادية. وشهقت بصوت عالي، حسيت ان روحي بتخرج مني. في اللحظة دي مدت الدمية ايديها ولمست جسمي، ايديها كانت باردة باردة لدرجة ان جسمي كله اتنفض. قمت وجريت على الصالة، خرجت وانا بتطوح من الخوف. في اللحظة دي خرجت سارة ورايا وهي ماسكة السكينة وهجمت عليا. استحالة تكون دي سارة، أكيد كان في كيان تاني مسيطر عليها. وبصعوبة مسكت إيديها وخدت منها السكينة. وفي اللحظة دي اتفتح باب الشقة ودخل معتز. دخل وشافني وأنا ماسكة السكينة وبحاول أقتل سارة، سارة اللي جريت على أبوها وهي بتقول ماما عاوزة تموتني يا بابا. لساني اتشل، ومعتز بكل غضب الدنيا مسك إيدي وخطف السكينة ونزل على وشي بكف إيده. وقعت في الأرض عشان يصرخ ويقول لي انتي اتجننتي، هتقتلي بنتي. حضنته سارة وفضلت تبكي وتقول له كانت هتموتني وانت سايبني معاها لوحدنا. قال لها حقك عليا يا بنتي، والحمد لله اني جالي هاجس اني ارجع البيت فورا، والحمد لله اني لحقتك. وقتها كنت بتنفض وببكي ان نزيف رجع من نفس اللحظة من تاني، بس هو بصلي وسابني احتضر. اتصل باخويا اللي جه لقاني بموت، خدني وجري على المستشفى. فضلت 3 أيام وأنا بين الحياة والموت لحد ما تعافيت نوعا ما، ووصلني خبر إني اتطلقت ورحت أعيش عند أخويا ومراته، لأني ما كانش في مكان أعيش فيه بعد ما شقة أبويا اتباعت بعد جوازي وخدت كام ألف من ثمنها عشان أشوف الذل على إيد مراته اللي ما كانتش بتحبني. عشت مذلولة ذل السنين بتعامل زي الخدامة. سمعت بعدها ان معتز اتجوز وان البنت تعبت فترة بس اتعالجت، وعاش معتز مع واحدة تانية. عرفت انها احتوت سارة وكانت ام ليها بجد. وعشت انا زي الحقيرة في بيت اخويا، مش عارفة اعيش يوم بنفس راضية. ومن قصتي النهاردة احب اوجه كلامي لكل زوجة اب، يا ريت تتقي الله في اولاد زوجك. مش معنى انك مش ام ليهم يبقى تعامليهم معاملة سيئة، لان ربنا شايف معاملتك دي واكيد هينتقم لهم، ووقتها هيكون الحساب عسير. وده لانه من لا يرحم لا يرحم.